وصف الملوخيه. طبعا هم الملوخيه عندهم يعني بيعملوها بطريقه مختلفه تماما غير الطريقه المصريه اللي احنا متعودين عليها، بس هي كمان ليها طعم جميل جدا وجديد. عباره عن ملوخيه متقطفه كده وغسلينها كويس قوي خلاص، ومش منشفينها بس بتبقى منديه اللي هي زي ما احنا بنحطها قبل ما نخرطها على طول خلاص اهي، وسمنه بلدي وكزبره وبهارات وثوم مفروم وكزبره خضراء وكمان صدور فراخ ومفروض كمان فصوص ثوم. نبتدي بقى دلوقتي اول حاجه نعملها ان احنا نجيب كده نجيب بس صدور الفراخ دي زي ما هي كده، بس ايه هقطعها كده ايه شرايح زي ما هي عشان تبقى ما تبقاش يعني ما تبقاش كده صدر على بعضه، لا كل ما تبقى شرايح اولا بتدينا كميه حلوه، ثانيا بتبقى شكلها احلى في التقديم. خلاص طبعا الفراخ دي بنسلقها كده في ميه سخنه فيها ورق لوري وبصلايه وحبهان ومستكه وجزر، وبنطلعها زي ما انتم شايفين كده. هما بيستخدموا الفراخ المسلوقه كتير قوي في اكلاتهم، يعني كتير قوي في الاكل بيعملوا بالفراخ، زي مثلا الفريك اللي احنا عملناه بالفراخ برده كانت مسلوقه، الفته برده فته الفراخ برده بتبقى مسلوقه. طيب خلاص كده هنحط بقى هنا ايه معلقه من السمنه البلدي، خلاص مع رشة من البهارات والكزبرة، خلاص والثوم المفروم. كده نحط كده بقى شرايح الفراخ تجي كده، خلاص تعالوا شموا بجد الريحة تحفة. طبعا الملوخية بقى بتقل خالص. ماشي بيحطوا بقى عليها الكزبرة نقلبهم كويس قوي، بعدين هنحط كده الكزبره الخضراء والثوم بتديها طعم حلو قوي. هنجيب معلقه اخر معلقه للثوم المفروم هنحطها كده، والكزبره بقيه الكزبره الخضراء هنحطها كده اهو، خلاص ونقلب. عايزه اقول لكم بجد ريحتها حلوه قوي بجد، يعني انا ما توقعتش ان هي تبقى بالريحه الحلوه قوي دي، ريحتها حلوه جدا وبجد لازم تجربوها وتاكلوها جنبيها رز بالشعريه وتاكلوا جنبيها وصفه طاقه ماتت دي.
بس من غير طبعا ما حد يتضايق خالص من الايه، من الوصفه كده.